تسجيلات حرز الله هي الأفضل. وهي سائر المكتوب أنا واقف عالسطوح الدار وبي البشر الداخل ويا هلا بكل السوار لعيونك يا ابو علا تسلم لي بها النظارة انا بعرفك زمان كلك هيبة وحضارة يا ثابت يا موريني عارف ولا مش عارف برض الطف ومع غزي في الشنا مثلك عازف قاسم يا راتب نفسي راس شباب مين بيحب قاسم النجار كلهم بحبوك وياك قاسم بترسلي بالحفلة انا بركن عليك انت ملك الحفلة تفضل اخ قاسم هدي اقول لك هدي تحب الله تحية مرتبة بدنا ننزلها على اليوتيوب على صفحة الام بي سي بدنا تنزل يا شباب في تقرير معنا على الام بي سي عن التحية الفلسطينية التراثية فاختاروا دار الهيمون يعملوا هذا التقرير فمنا خلينا نظام نظام امانها ارجعوا لنا يا حبايبنا ارجعوا لنا يا قرايبنا على اخر الله يرضى عليهم يلا يا حبايبنا لورا 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 ارجعوا لنا يا حبايب والله بنحكي تركي ارجعوا لنا الله يرضى عليكم الله يمسيهم بالخير كمان يا شباب بدنا نوسع الساحه يا شباب ارجعوا لنا 10 متر ممكن بعد اذنهم يا شباب يا رمزي يا حبيبي ارجعوا ارجعوا كمان يا شباب ارجعوا لنا لورا الله يرضى عليكم كمان يا حبايب كمان 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 يا زلمة كمان كمان يا حبايب كمان معنا 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 كل الناس بدنا تشاركنا تعالوا يا عم ولا مرة انتم بتبقوا عرضتوا عتبة الدار يا عم ها ايوه معنا معنا وقف يا ثابت وقف وقف خلي هيك صوت الأرض هذولا مش دار الهيموني ولا شباب الهيموني أماني من الصوت يهز الخليل يلا أنا والله يا ابن الهيمونة وعلى روحي بتمونة ويسعد زعام ورامي وهلا بيضي عيوني ولع والله حي الناس عايم انا ودي لهم وردات ولعوا يا ايموني ولعوا يا بابا
قالوا الهيمونية اسمع الصف الغربية والواحد من هيمونة ويسوى 2100 ثابت يا عيني انا واسمك ملك الدحية وراعي لحنجرتي ونزل الطبقة شوية عش 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 وكبسات وكبسات ولعت ولعت وكبسات وهربجة ويا حبايب يا كرام وانتو يا عالي المقام ومن الرتب للساحة ونعمال الحفل نظام اليوم يوم الفرح واللي بيصور مرح احلى استوديو في فلسطين شوفتو همي راح هلا 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 شوفتو همي راح هلا تصورني بغلاسي